السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم طلال طلول، رجعنا لكم فيديو جديد. طبعا الحماس فوق، حاولت قد ما اقدر اني يعني اخلي هذا الفيديو الاخير وادخل فيه الطيور، بس قلت ما ابغى استعجل، يعني لا تحسبون اني قاعد انزل فيديوهات عشان اخليه سلسله، اطول السلسله، لا والله عندي افكار ترى اذا خلصت كثير، يعني انا بالعكس ابغى استعجل اني اخلصها، عرفت كيف؟ المهم حاولت قد ما اقدر اني اخلصها في هذا المقطع، بس قلت ما ابغى استعجل، اخذ اراءكم مره ثانيه المره الاخيره، لاني سمعت كثير، قريت في الكومنتات، قعدت كذا متكي يا رجل للكومنتات، وقريت كثير، قالوا لي فك فتحه تهويه، المحل مكتوم، في كثير قالوا لي فك هوايه، في كثير قال اقطع اللباد على شكل طاقه، قلت خلينا نجربه ونشوف. دخلت المحميه ونمت فيها، تخيلوا في هواء يجيني من برا، من وين؟ من الفتحات اللي الجوانب صورتها لكم، فقلت ارجع اخذ رايكم مره ثانيه، لاني انا اشوف ان الجو ممتاز، اخاف افك فتحه كبيره يصير يدخلهم هواء حار. الحين في تبديل هواء من الفتحات الصغيره اللي في المحميه لانه مو مقفل بشكل كامل، وضحت لكم في المقطع هذا، واتمنى اني اشوف كومنتات يعني تساعدني، لاني خلاص ما عاد بقى شيء وخلاص ادخل الطيور. وفي طير ما راح يشارك معنا اللي هو زوج الكروان، قلت لكم تعالوا سناب عشان اوريكم الاشياء اللي حد في السناب، ما جيتوني، بوريكم الفيديو هنا. الزوج ما شاء الله انتج، جاب اول بيضه، فقلت ما ابغى اغير عليه، يمديني اشيله بس قلت ما ابغى اغير عليه الجو، يمكن ما يعجبه المطير اللي عندي او المحميه اللي عندي ولا يحضن على البيض، قلت عشان انتج خليه عند ابو ملك لين اول ما يفقس البيض برجع عندي، عرفت كيف؟ وخلاص. واللي خلاني اوقف بعد اني ما دخلت الطيور واثبتها، ابغى هذا الشبك، بحط لكم صورته هنا، اللي يعرف من وين اشتريه هو هذا الشبك وش طريقته، تعلقه في الجدار وخلاص تصير تعلق الاقفاص كذا بكل سهوله. هذا اللي يعرف من وين اجيبه ومن وين اشتريه اكتب لي بالكومنت بعد. والله العظيم عندي ناس خبره ولازم نستفيد من خبرتكم، في ناس خبره كثير عندي في القناه، يعني اللي لاحظته ان اي واحد يسال يلقى الجواب من اكثر من واحد، ودايم اذا انت عندك حاجه لا تاخذ الجواب من شخص واحد، لان التربيه او الانتاج كل واحد له طريقته، يعني تشوف واحد انتج في غرفه على درجه حراره على طريقه غير، في الاخير انتج، اللي انتج في شبك نفس اللي عندي والاخير انتج، وهذا يكون ما يحب طريقه هذا، عرفت كيف؟ بس الاثنين ينتجون، عشان كذا خذ الراي اكثر من واحد، خذ راي هذا، كل الاراء صحيحه بس تختلف الاراء، عرفت كيف؟ اي واحد انا شفته ينتج، تخيلوا في الحوش من غير اي مكيف وفي نفس الشبك اللي عندي من روز، والمنطقه اللي ينتج فيها يعني لا هي بارده ولا اي شيء، جيزان حر، وينتج في الحوش بس حاطهم في ظله، وما شاء الله كل الازواج اللي عنده منتجه من 3 فروخ لاربع فروخ، ويغرونهم وامورهم طيبه، عشان كذا خذ اكثر من راي منتج، لان طريقتهم كلهم صح. وبس والله خليكم خشوا الفيديو وشوفوا ايش سوينا في الفيديو اليوم، وخليكم مع الفيديو ما بطول عليكم، كلام كثير زاد. يلا السلام عليكم. او لا تنسوا اللايك والاشتراك، ها عشان نوصل 20,000 ونوصل 100,000، نبغى نفرح بالاشتراكات الجديده، وكل ما زاد الاشتراكات كل ما زاد دخل القناه، يعني نسوي اشياء جديده باذن الله وتستفيدون اكثر واكثر، وانا استفيد معكم لاني شوفوا كل شيء اسال عنه، واخليكم نفس الوقت تستفيدون من المقاطع هذه. ويلا خليكم مع الفيديو. والحين رايحين وين؟ نشتري البذور اللي قلت لكم عليها، حصلت بذور الشجرة المتسلقة هذه، قلت كويس نشتريها ونزرع من البذور، ما نبي نزرع يعني وش هذا الطريق مقفل؟ ما نبغى نزرع بشتلات، نبغى نزرع من البذور، حتى الزراعة نبدأها من الصفر. كومنتات جاني واحد قال لي اسم البذرة، والله نسيتها، اسم الشجرة مجد الصباح اسمها، بحثت عنها شفتها شكلها مره رهيب، قلت تنفع انها تكون شجره متسلقه. كم باقي دقيقه؟ 34 دقيقه عافية، يلا الحين نروح. في الفيديو اللي فات في ناس كثير زعلوا من دقه الصوت، ترى المايك كويس بس فيه السلك خربان، بس يبغالي اغير السلك، قطع الصوت اكثر من مره، في المونتاج حذفت لقطات كثير لانه الصوت مو واضح فيها. المهم ما عاد بقى شيء على الوصول. شوفوا كم باقي؟ 14 دقيقة. نوصل ونصور لكم المكان. عند ملعب الجوهرة، شوف ملعب الجوهرة قدامي. خلاص ما عاد بقى شيء ونوصل المحل. الحمد لله وصلنا بالسلامة. هذا وصلنا. هذا اسم المحل. بيت الفواكه.
هنا في البذور في الحمدانية، بس ما أدري، حين ندخل نشوف وش البذور اللي عندهم. هذا هو الزرع اللي جيت عشانه، شوفوه من هذا المحل بيت الفواكه الحمدانية. طبعا بغيت اصور لكم المكان من جوا، بس دخلت بالكاميرا ذي الفضيحة الكل قاعد يطالع فيني، الكل يعني موظفين جمعوا عندي، وش عندك اعلان؟ قلت ما ابغى اعلان ولا اي شيء، ابغى اصور بذور. بطلت حتى خلاص صورت لكم اياها وبوريكم شكلها، ان شاء الله يطلع معكم واضح. شوف كيف تصير، سوينا فوكس يا ابن الناس، كذا يصير شكلها تتسلق وفي نفس الوقت تطلع ورود. هذا هو الشكل اللي جذبني، شكلها رهيب. عاد انتم شوفوا كيف بتطلع معي، تطلع زي كذا نفس الشكل ولا بتطلع شكل ثاني؟ والله بغيت اصور لكم، عندهم بذور كثيره بس ما قدرت، لو اني بالجوال كان قدرت اصور، لكن بالكاميرا فضيحه. واكثر الناس اذا تصور بالكاميرا ليش مصورني؟ يا فكك من الغثة والقروشة، صور في المحمية حقتك لين تطفش. طبعا الحين بنوريكم كيف وصلت وصلت الحي اللي احنا ساكنين فيه، اللي ساكن مع ابوي فيه، انا باقي لي الحين ما حصلت لي محل اسكن فيه. المهم بوريكم المكيف اللي ركبته وش بعد، وبنحط البذور، وعندي زرعة تحت بحطها فوق في الحوض. وهذا المقطع ما ادري متى بينزل، ترى قاعد اصور كذا الملتقطات وبعدين اجمعها في مقطع واحد وانزلها. ابغى المقطع ذا اصوره على رواقه. الحين بنروح ونشوف اوريكم المكيف، كنت ابغى اجربه في الظهر عشان اشوف كيف قوته في الظهر، جربته في السناب في الليل، تابعني سناب عشان تشوف الاشياء اللي ما صورها هنا. يا اخي تعال سناب يا اخي بالله، يلا بسرعه استناكم. خلونا اوريكم ايش سوينا هنا. اول شيء سويناه هنا، ركبت بدال فيش ركبت نفس حق المكيف، عرفتوا كيف؟ هل تجربة المكيف لين بعدين. والشيء الثاني فكيت فتحه في اللباد عشان يطلع الهواء، الغرة مره قوي. وهذه الشجره، مو انا قلت لكم ما ابي اغرس ولا شجره، بس هذه الشجره عزيزه على قلبي، حبيتها مره وغاليه بعد، عشان كذا بحطها هنا عندي. ما ادري ليش ماتت، كانت حلوه وخضره وعندها شعر، بس ماتت. خلونا نشغل المكيف، اسمع صوته، حلو اشتغل. خلنا نخش. طبعا هذا المكيف اللي شريته، هذا هو شوفوه، مكيف ال جي، نفس المكيف اللي عند ابو ملك. لا مكيف ابو ملك مو ال جي، بس نفس طريقة مكيف ابو ملك. شوفوا هذا الامس، نخلي درجة الحرارة، درجة البرودة 18، نبي نختبر البرودة اللي بتعطينا هنا. طب في ازرار هنا ما نبي نلعب في المكيف، اشوف خلينا نجرب ذا. اوه شيت، لا لا ارجع. ايه للحين ما اشتغل فريون، خلاص نخلي كذا حق نص ساعة، احس الهواء كله هنا، نروح كذا احس كل الهواء يمين ليه. المهم هذا هو المكيف، نخليه حق نص ساعة كذا نشوف كيف برودته هنا، وبعدها نشوف نغيره ولا نخليه هذا، لأن قلت لكم مركزي قلتوا لي لا بينفخهم بيقتلهم، قلت خلاص نخليه نفس حق أبو ملك هذا زي كذا، نفس طريقته ذا. طبعا ذا فريون ما فيه ولا موية، سهل في التنقل، وطبعا فيش يعني يمديك تشبكه مو في المحمية بس، عندك أي محل تقدر تنقل، يمديك تنقل فيه المكيف ذا وتشتغل فيه عادي ما فيه مشكلة. بس انا ركبت له ذا اللي وريتكم عليه، وركبته في السناب، انتم لو تتابعوني سناب مشكلتكم انكم ما تتابعوني سناب، ركبته هذا. الحين خلينا نحط البذور وندلع هذا المكان شويه. طبعا للحين ما اشتغل الفريون، اذا اشتغل الفريون تشتغل المروحه دي وتطلع حراره، عشان كذا زحفت الحوض عشان لا ينحرق. زي ما تشوفون الحين اشتغلت المروحه هذه اللي تطلع هواء حار، هواء ساخن جدا يا شيخ. والحين خلنا تركيزنا هنا، نبغى نصلح الزرع حقنا. هلا حبيبي، نبي نحط هذه هنا. اصلا دي عندها جذور اصلا ولا دي شجرة الجن؟ خلنا نحطها. يلا يا شباب خلنا نحط الزرع، نحفر له شوي بس. الله الله التربة الدسمة هذه، نحطها يمين، شوف جذورها والله انها عايشة صدق. احفر احفر حبيبي احفر.
نزل امه نزل. الحين دور شوفوا عندي هنا البذور، عندي هنا البذور، خلنا نطلع عن الشنطة. شوفوا الهذا اللي شريناه معكم، هذه بتتسلق توصل لين فوق. لا حد يروح يشتريها الا اذا شافها عندي طلعت كويسة اشتروها، ما طلعت كويسة بيعوها. يا عيال شوفوا هذا 15 ريال، شوفوا كم حبة يا شيخ. لو اشتريت لي بطاطس احسن يعني. واحد طاحت، شوف مكان طاح، ننترهم زي كذا نحطهم جنب بعض. يا اللي عندهم خبرة في الزراعة انقذوني، نحطهم جنب بعض ولا افرقهم. زحف زحف كذا، حطهم كذا متفارقين. اللي عندهم خبرة الو. المهم اذا زرعت زرعت، اذا ما زرعت جود باي. الله عليك زرعت، الله عليك تربى بيحوذ عليها ترى. في حبة، في حبة طاحت شوفوها، نحطها هنا لحالها عشان طلعت متأخر. الحين دور المويه يا حبيبي، امسك. طيب ما جوال يا شيخ، ايش هذا قاعد تصور؟ ايه سمعتوا يا شباب، يفضفض مسكين انه ما مع جوال. نزقيهم زي كذا، هذه هذه شكلها ما عاد بتعيش. اعطوني حل ذي، هذه اصلا وش اسم الشجره؟ اللي يعرفها يقول لي وش ذي الشجره، تستاهل اني اسقيها مويه ولا اسحب عليها ما تعطيها مويه. اسوي ترطيب كذا، خلاص وقف الفيديو، يوم ملل. احب اقدم شكري وتقديري لهذا المكيف انه يبرد، بس مشكلته ايش؟ ما في ريش تروح يمين يسار. احس ان البروده، صح البروده في كل المطير صح، لكن البروده على ذي الجهه بس، فهذه الجهه اللي احس ان البروده جايه مره كثير. حاولت اغير، لعبت في الاعدادات شويه ما قدرت. خلينا نلعب معكم عشان اذا خرب شيء اعرفوا انا وش سويت، ومن بعد انا اراجع الفيديو واشوف وش سويت. وش تطيط يعني؟ ايش ايش تطيط؟ هذا ايش يعني؟ وجتني قطره ماء هنا، يعني ايش؟ طب ثاني هذا ايش؟ اوه طفى الفريون صار مروحه، يعني اكتشفنا شيء جديد ما الأمه فايده. كذا يشتغل فريون 18. بس اللي قبل شويه اللي فيه قطره ماء، اللي يعرف ايش هذه يكتب لي في الكومنت. يا لب تعليقاتكم يا شيخ اللي تفزع لي. الفريون يطول شوي بعدين يشتغل. طبعا زي ما قلنا لكم كنا نبغى نشوف قوه المكيف الظهر، لكن ما في مشكله باذن الله بكره نشوف قوه المكيف الظهر، وبعدها نحكم ندخل طيور ولا لا، عشان طيوري ما ابغاهم ينحرقون هنا، شمس خارقة. بنجرب ونشوف اذا المكيف كويس باذن الله ندخل طيور في هذا المقطع، اذا المكيف مو كويس بندخل طيور في المقطع الجاي. ونشوفكم باذن الله بكرة مع المكيف هذا ونشوف ايش قصته. اسمع شباب، جتني فكرة غريبة. جتني قلت والله ما اردها دام انها جت، الله يحييها. قلت خلني قبل ادخل اي طير المحمية انام فيها، سبحان الله وهي دي الفكرة الله اعلم. المهم جبت معي البطانيات والمخدات، الحين بندخلهم المحمية وبننام في المحمية. فكرة حلوة ما هي بحلوة، نشوف درجة الحرارة يعني بعدها. ما يمديكم تقولون درجة الحرارة كويسة ولا كويسة، بنام فيها انا يعني بحس احساس الطيور. خلنا ندخل البطانيات والمخدات حقتي. بس قبل لا ندخل ايش نقول؟ اعوذ بالله بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ندخل، اتحسف على الخطه ولا بس تمر في النوم ولا بقوم في نص الليل وانزل؟ الله اعلم. خلنا نروح. شغلت المكيف. هنا بنام، خلنا نعدل البطانيه.
مخدة. هذه مخدتي. هذه بطانية. وبننام هنا. اليوم بننام هنا. فهمت؟ يا أخي حس حركة خايسة. حس فكرة غريبة. يلا بس. مشكلة. وقبل النام الإضاءة كذا مزعجة. وقبل النام الله يعطيكم العافية للدعم وشكرا شكرا شكرا على اللايكات والتفاعل في المقطع اللي فات. طبعا قرأت كل الكومنتات وقرأت كل الآراء. الله يعطيكم العافية واستفدت من آراءكم كثير. ما أقدر أقول غير شكرا. وإن شاء الله تدعمونا في المقطع. تصبحون على خير. نشوفكم إن شاء الله بكرة. ومع السلامة. النوم جدا سيء هنا. خذت لي كذا غفو حق ساعة والباب يفك ويتسكر يفك ويتسكر ما يقفل من جوا، عرفتوا كيف؟ المهم فكرة النوم من في المحمية، النوم في المحمية فكرة خاطئة، بس البرودة ما شاء الله ممتازة. السلام عليكم. خذت حق أبو الصوت باقي ما صح. اخذت حق 3 ساعات. قمت الحين عطشت، المويه تحت، بس والله ما شاء الله كان مكيف مره بعد ممتاز عجبني. توني صاحي، خلني اصحصح واعطيكم كماله الفعاليات اللي حسيتها. يلا نتقابل تحت. بعد ما نمنا النوم اللي فوق كانت سيئة جدا. شوفوا مخدتي وبطانيتي اللي كنت نايم عليها امس. شوفوا الحين نبي نجرب المكيف. طبعا حرارة في القفص ما في اي حرارة، بس بنشغل المكيف يصير في برودة ولا لا؟ هذا السؤال اللي نسأله. بنشغل المكيف وننزل تحت لين نبرد الجو كذا حق نص ساعة ساعة ونص، نطلع نشوفه. هلا 18 نبي. طبعا اول ما تشتغل، اول ما يشتغل كيف ما يشغل بريون، يجلس شويه بس 5 دقائق كذا يشغل بريون. بعد ما مر ساعه في الظهر الفراش لازم اشيله. ممتازه ممتازه. المطير كله بارد لكن الهواء موجه هنا. احاول اني اغير وجهته اعدله. بس ما شاء الله بارد في الظهر. بارد ما شاء الله. نخليه 18 هو درجة اللي تكون كويسة للطيور. 24 لكن انا مخليه 18 لان ما هي بغرفة. لو انه غرفة بخليه بوزنها على 24 او 20. بس 18 وحس ان البرودة مناسبة. طبعا فرق كبير، فرق كبير بين الجو برا والجو هنا، يعني ما يقارن. صح ان الجو برا حار لكن هنا مع درجة البرودة 18 احس ان الجو يعني معتدل لهم، لا هو بارد مرة ولا هو حار. الجو مضبوط يعني تقدر تك هنا من غير ما تعرق، ما ينزل منك ولا عرق مع ان درجة الحرارة مرتفعة، بس لو تجلس هنا الجو مضبوط. حتى مو مكتوم المحل، يعني يخش هواء ويد اوه 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 يخش هواء من ذي الفتحات. شوفوا بس ما ادري، اكتبوا لي بالكومنتات افك اكثر من ذي الفتحات، اخاف افك اكثر من ذي الفتحات يصير الجو حار. الحين احس ان الهواء اللي برا يدخل علي من ذي الفتحات. تشوفونه ذي الفتحات اللي احس الهواء يخش علي، يعني احس بالهواء اللي برا، وفي نفس الوقت هواء مكيف
كويس. ما ادري عاد انتم تقولوا لي انا ما ابغى استعجل واسوي شيء، ما ابغى استعجل واسوي شيء بعدين اتحسن. بنزل فيديو ذا بعد اشوف اراكم وفي شبك بعد عجبني بوريكم صورته بحطه يكون زي يعني اعلق فيه الاقفاص وبحط لكم صورته، يمكن بعد انتم يمديكم تفيدوني وتطلعوا لي هذا الشبك. ما ابغى استعجل وادخل الطيور الا يعني بدخل، ولا بغير محلاتهم اذا حطيتهم ابغى اثبتهم خلاص، عرفت كيف؟ ابغى الشكل المناسب، يعني هذا اللي مأخرني، مو يعني مأخرني اني ابغى انزل مقطع مقاطع عنها، ولا عندي ترى افكار كثير اذا خلصت المحميه، يعني مو هذه الفكره الوحيده اني قاعد اصلح المحميه، عرفت كيف؟ بس انا ما ابغى اغلط او اتحسف بعدين في شيء، عرفت كيف؟ او اخذ ارائكم واحط رايي زي الحين قلتوا لي فك فتحات تهويه، بس انا اللي في المحل الحين احس ان الهواء داخل علي، واحس اني اذا فكيت فتحه كبيره للتهويه بيخش هواء حار. عاد اكتبوا لي في الكومنت وشوفوا وش نسوي، يعني افك فتحات او هذه كافيه، لاني انا في المطير الحين او في القفص احس بهواء اللي برا يجي، وفي نفس الوقت احس بالمكيف، يعني اللي معطيني اني اقدر اتكي هنا طول اليوم ما في مشكله. وبس والله نكمل تحت، خلنا ننزل تحت وننهي الفيديو. خلنا اصور لكم الفتحات بشكل اوضح. شوفوا هذه فتحات، هذه اللي قاعد تدخل عليه هواء من برا، وشوفوا هذه الفتحات يعني مو مقفله بشكل كامل، انتوا واضح معكم في الفيديو اللي فات انها مقفله بشكل كامل. هذه الفتحات شوفوا هذه كافيه ولا لا؟ شوفوا على مدار، واحس ان الهواء يدخل لي يعني احس الهواء اللي برا. اخاف ازيد فتحة والمكيف ما عاد يبرد. شوفوا يعني لو بغطي يمكن اغطي بس الحديد وخلي الفتحات هذه، لاني احس ان الجو مناسب جدا، ولا ابغى ازيد اي فتحة يعني تخرب الجو هذا. خلنا ننزل تحت ننهي الفيديو. وبس الحين يكون انتهى الفيديو. شكرا 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 على المساعدة، ساعدتوني كثير. المكيف زي ما شفتوا في المقطع مخليه 18 لان فوق، يعني مو بزي غرفة، لو غرفة وتشغل مكيف 18 بتثلج الطيور، عرفتوا كيف؟ لكن في شبك زي كذا الحرارة تكون عالية، لازم تنزل البرودة. وجلست في المحمية شفت ان الجو ممتاز مع الفتحات اللي وريتكم اياها، الجو مره ممتاز، في تبديل هواء والبروده ثابته على 18، تعطيهم يعني بروده 24 23 وهي انا حاطه 18. غير الغرفه تحط 18 تثلج الطيور، تثلجهم على البيض حقهم، عرفت كيف؟ بس في المطير اللي انا مسويه مره ممتازه، بس في المحميه اللي انا مسويها مره ممتازه الحراره، عجبتني درجه الحراره، احسها موزونه، احسها يعني تقريبا 22، انا حاطه 18 بس احسها تقريبا 22 23 في الظهر. في الليل 19، يمكن تقدر تقول 19 او 20 حاجه زي كذا. زي ما قلت شوف، زي ما شفتوا نمت في الليل وكان معي بطانيه، استخدمت البطانيه صراحه، يعني في الليل يمكن اطفي المكيف او اني ارفع البروده خليها 20 في الليل. الله يعين، وان شاء الله يعني تشوفون انتاج وتشوفون وش بنسوي. طبعا انا مبتدئ في الانتاج، مبتدئ صدق، اول زوج اشتريه وما شاء الله توفق وينزل تنزل بيضه منه، وان شاء الله نشوف انتاجه. والفرخ حقه معي وبربيه، الفرخ حق الزوج اللي شريته معي وبربيه. اول ما اشتريت الزوج كان عنده فرخين، فرخ مات وفرخ شلته ربيته. وبس لين يكون انتهى الفيديو، لا تنسون اللايك والاشتراك واعطوني ارائكم في الكومنتات، اهم شيء لا تنسون عشان المقطع الجاي يكون الختاميه. والشبك هذا زي ما قلت لكم حاولوا انكم تعطوني حلول اني اجيبه باي طريقه. وخلاص كذا يكون انتهى الفيديو، بنشوفكم بالله في المقطع الجاي، والسلام عليكم.